في ليلة من ليالي شهر نوفمبر سنة 1951، وأثناء حفل زفاف عائلي بسيط بمحافظة القاهرة، بتحضر فتاة صعيدية مرسوم على ملامحها شيء من الجمال والأنوثة الطاغية. وعلى الرغم من صغر سنها وعمرها اللي ما كانش يتعدى 16 سنة، إلا إنها نجحت في لفت كل الأنظار اللي حواليها. ولكن في وسط كل الأنظار دي، واحد بس اللي ركزت معاه واللي قدر إنه يخطف عينيها، وبعدها قدر إنه يخطف قلبها. ويدوب عدى كام شهر وكانوا الاتنين تحت سقف واحد في بيت واحد، جمع تحت سقفه أبشع قصة خيانة خانوا فيها أهل وبلد وأرض وعرض، الزوج الجاسوس إبراهيم سعيد شاهين والزوجة الجاسوسة انشراح علي مرسي. من أول يوم زواج بينهم واتفقوا على إنهم يربوا ولادهم تربية كويسة، ولأن الاتنين حاصلين على الشهادة الإعدادية فقط، فاتفقوا على إن ولادهم لازم يكملوا تعليمهم ولازم يحصلوا على شهادات علمية كبيرة. كان إبراهيم شاهين وقتها بيشتغل كاتب حسابات في مديرية العمل بمحافظة العريش، وكان الراتب اللي بياخده يدوب ممشي الحال. وعدت عليهم أيام وشهور، وكانوا الاتنين عايشين حياة هادية عادية زي كل المصريين، يعني يوم فيه يوم مفيش والدنيا بتمشي. وفي سنة 1955 ربنا رزقهم بالمولود الأول واسمه نبيل، وسنة 56 رزقهم بالمولود الثاني واسمه محمد، وسنة 58 رزقهم بالمولود الثاني واسمه عادل. وعدت السنين لحد ما في يوم من الأيام جه إبراهيم وانشراح قالوا لبعض: إحنا اتفقنا إننا هنربي ولادنا أحسن تربية ونعلمهم أحسن تعليم، ولكن الظروف في العريش هنا مش ولا بد، إحنا بقى نبعت الولاد عند عمامهم في القاهرة يتربوا ويعيشوا هناك، وأكيد الظروف في القاهرة هتبقى أحسن من العريش. وبالفعل سنة 1963 بعتوا أولادهم الثلاثة على عمامهم في القاهرة عشان يدخلوا المدارس هناك، ومشيت الأمور على كده لحد سنة 1966. والواضح كده إن إبراهيم شاهين كان جواه بذرة فساد، لأنه سنة 66 اتقبض عليه متلبس في قضية رشوة، وبناء عليه اتحبس فيها 3 شهور. وبعد ما قضى مدته وخرج من السجن، لقى الدنيا سواد في وشه، لقى نفسه اترفد من شغله وقعد يدور على شغل تاني، ولكن مفيش تماما. وزادت الأمور من سيء لأسوأ بحلول شهر يونيو سنة 67، تصحى مصر كلها على فاجعة وكارثة يونيو سنة 67. وبعد نكسة 67 تقدر تقول كده وحرفيا إن العريش اتقفلت على أهلها، وبقوا كل اللي عايشين فيها بالظبط كأنهم عايشين في زنزانة أو في سجن كبير، وبقوا خنازير الصهاينة مخنقين عليهم كلهم، وأي واحد فيهم حابب يخرج من العريش يروح لأي محافظة تانية لازم ياخد الإذن منهم، ولازم ياخد تصريح من الحاكم العسكري الإسرائيلي. وهنا الأسرة اتقسمت نصين، بس المرة دي بقى بالإجبار مش بمزاجهم، بقى الأب والأم قاعدين في العريش والولاد قاعدين في القاهرة، وطبعا الأب والأم عايزين يشوفوا ولادهم. فكان إبراهيم شاهين كل يوم يروح لمكتب الحاكم العسكري الإسرائيلي عشان ياخد منهم الإذن والتصريح بنزول القاهرة هو وزوجته، كل يوم يروح لهم، ولكن للأسف يرجع من عندهم إيد ورا وإيد قدام ويرفضوا يدوله التصريح تماما. طبعا يروح البيت من هنا يلاقي بقى مراته أو انشراح مرسي قعداله في البيت عاملة له مناحة كل ساعة والتانية: عايز أشوف ولادي، عايز أشوف ولادي. لحد ما في يوم من الأيام كان رايح لمكتب الحاكم العسكري عشان ياخد التصريح، بس لقاهم برضو بيمطلوه محدش اداله الورق، قام جاي شايط في الضابط الإسرائيلي، قعد بقى يصرخ ويقول له: أنا مش لاقي شغل، أنا مش لاقي أكل ولا أكل ولادي. طبعا الفيلم اللي عمله بقى والزعيق والنرفزة دي كلها ولا كانت بتاكل معاهم، ولكن الموضوع بقى كان بيترجم في دماغ الضابط الإسرائيلي بحاجة تانية تماما. واحد واقف قدامهم لا لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا لاقي شغل وهيموت ويشوف عياله، اللي زي ده بالنسبة لهم صيدة سهلة، أو بمعنى أصح الفريسة المطلوبة. الضابط الإسرائيلي اللي سمع وشاف الفيلم ده كله كان اسمه أبو نعيم. أبو نعيم كان ظاهريا ضابط مختص بالتصريحات، ولكن في الباطن هو كان فراز للموساد الإسرائيلي، بيفرز مين من أهل العريش اللي ينفع بقى يتجند لصالح إسرائيل ضد مصر. الموقف ده لما حصل قدامه بص لإبراهيم كده وهداه وبضحكة خبيثة وقال له: إيه يا عم اللي مزعلك؟ التصريح هندهولك، الأكل والشرب يا سلام دي حاجة بسيطة خالص. وقام جاي صرف له بقى شوال دقيق وزيت وسكر وشاي ودلعه أحلى دلع. خد بقى إبراهيم الحاجات دي وطلع على مراته يفرحها، هي شافت الحاجة من هنا وطارت من الفرحة، قالت له: كل ده كويس، لكن التصريح فين؟ قال لها: اطمني كلها كام يوم والتصريح هيطلع.
فضلوا بقى مستنيين يوم واتنين اسبوع واتنين وبرضو التصريح ما طلعش، وكانوا اليهود بيتعمدوا انهم يمطلوهم في موضوع التصريح ده لحد ما يسووهم على الاخر. لحد ما في يوم من الايام استدعوا ابراهيم شاهين لمكتب الحاكم العسكري الاسرائيلي، واول ما وصل لمكتب الحاكم العسكري لقى في استقباله ابو نعيم، واول ما شافه قال له ابسط يا عم، التصريح بتاعك خلاص الحاكم العسكري وافق عليه، ومش ليك لوحدك، ده ليك انت ومراتك عشان تنزل بقى القاهرة وتشوف ولادك، بس احنا لينا عندك كده طلب صغير، كل اللي عايزينه منك بس حاجة بسيطة، لما تنزل القاهرة عايزينك تشوف لنا بس اسعار الفاكهة، الخضار، سلع التموين، تيجي تقول لنا كده الناس تعبانة مرتاحة كده يعني، وتطمن احنا برضو مفتحين وبنعرف نرد رجالتنا. رد عليه ابراهيم شاهين وقال له بس كده، دي حاجة بسيطة خالص، هو انت جيت في جمل يا عم، اللي انت عايزه هنفذه لك. والحقيقة ان ابو نعيم لما طلب منه اسعار الخضار والفاكهة ما كانش ده المقصود تماما، المقصود كان المبدأ نفسه، هل ابراهيم شاهين هينفذ الطلب ولا لا، هل عنده القابلية للتعاون اصلا ولا لا. وللأسف ابراهيم ما خيبش ظنهم، لانه لما نزل القاهرة عشان يشوف ولاده عمل تقرير كامل ووافي بكل الاسعار اللي هم عايزينها، ولما رجع العريش وراح عشان يسلمهم التقرير والمعلومات تفاجأ ان في استقباله ضابط اسرائيلي تاني خالص. الضابط ده كان اسمه ابو يعقوب. ابو يعقوب كان ضابط في الموساد الاسرائيلي، وكما يطلق عليه انه ضابط اتصال او ضابط متابع لحالة الجاسوس، وده معناه ان ابراهيم خلاص نجح في الاختبار وتم تعيين ضابط من الموساد ليه عشان يتابع حالته. ابو يعقوب لما قابله رحب بيه بشده وقال له بص بقى الكلام هنا مش هينفع، انت هتيجي معايا على بئر سبع وهناك هنتفق على كل حاجه. استضافوه هناك في بئر سبع احسن استضافه، وقدموا له كل الاغراءات اللي ممكن تتخيلها، ومن بعد ما كانش لاقي تمن علبه السجاير في جيبه اول مرتب يستلمه منهم كان 1000 دولار، ودربوه تدريبات بشكل مكثف جدا، اتعلم ازاي يكتب الحبر السري، ازاي يجمع معلومات من كل اللي حواليه، ازاي يميز ما بين الطيارات والاسلحة المختلفة، ازاي يبث الاشاعات ما بين الناس، ونجح في كل الاختبارات اللي عملوها له نجاح باهر. خلص التدريبات من هنا واستلم الظرف التاني ب1000 دولار تاني، وقالوا له انت بقى هتروح بيتك وبعد كده تستنى مننا التعليمات. خرج ابراهيم شاهين من عندهم مروح على بيته، وطول الطريق وهو بيفكر ازاي هيقولها لمراته، هيجيبها لها ازاي انه تعاون مع الاسرائيليين، كان عنده ذرة شك جواه ان ممكن مراته تعترض على تصرفاته وتعاونه مع اليهود، ولكن اللي حصل والحقيقة وعلى ارض الواقع كان مخالف لتوقعاته تماما، لانه اول ما وصل البيت كان محمل بقى بالهدايا والملابس واكل وشرب وكل الخيرات، واول ما وصل وشاف ده كله طارت من الفرحة، واول سؤال سألته له كل ده منين يا ابراهيم؟ رد عليها وقال لها بصراحة كده انا ارشدت اليهود عن واحد من الفدائيين المصريين وهم قبضوا عليه وكافئوني ب1000 دولار، وبعد لحظات سكوت بسيطة جدا ردت عليه وقالت له وماله ما كده كده كانوا هيمسكوه، فبصلها كده بنظرات خبيثة وقال لها يعني دي مش خيانة انشراح؟ قالت له ولا خيانة ولا حاجة، لو انت ما قلتش غيرك هيقول، ولو انت ما بلغتش كان غيرك هيبلغ وياخد ال1000 دولار، لا احنا اولى وكويس انك بلغت. لما ردت عليه الرد ده بقى اثرت عليه المشوار كتير، قال لها لا وخدي بالك دول كرمه معانا قوي، ده كل معلومه هنجيبها لهم هيدونا قدامها 200 دولار، ده غير ان كل شهر هناخد مرتب ثابت 1500 دولار، ده غير انهم هيجيبوا لنا شقه في القاهره ونبقى جنب عيالنا انشراح، وكده كده هنبقى في امان ولا من شاف ولا من ديري، وبعدين انا راجل مدني لا ليا في العسكريه ولا ليا في الجيش، وكل المعلومات اللي هجيبها لهم من الشارع، يعني كل الناس عارفاها ومفيش اي مسؤوليه عليا. وقعد بقى ينخر في دماغها ويزن على ودانها زي الشيطان لحد ما قالت له خلاص انا موافقه ومعاك في كل حاجه، بس ليا شرط واحد، اي معلومه هتجيبها اي جواب هتبعته لهم لازم اشوفه واقراه الاول. قال لها بس يا ستي كده بسيطه خالص، اي حاجه هعملها انت قبل مني فيها، ما احنا شركة في كل حاجة. ويوم 19 نوفمبر سنة 1967 كان أول نزول لإبراهيم وانشراح للقاهرة، راحوا في الأول قعدوا في شقة في حي المطرية، وبعد شهرين اتنقلوا لشقة تانية في حي الأميرية، ومن ساعة ما حطوا رجليهم بقى في حي الأميرية وبدأوا شغلهم على بسيط وعلى خفيف كده، بقت كل المعلومات يلموها بقى من كل الناس اللي حواليهم في الحي، من قرايبهم
من جيرانهم، من كل معارفهم، وكل ما يجمعوا كده كام معلومة يكتبوها بالحبر السري ويبعتوها على هناك. ومع كل رسالة معلومات يبعتوها كانت انشراح بتتعمد انها تكتب اسمها في الرسالة وتحاول تفهمهم ضمنيا كده انها شريكة معاهم في الشغل، عشان طبعا يخصصوا لها راتب شهري كل شهر، وعشان ما فيش حد من اللي حواليهم يشك فيهم او في مصدر فلوسهم الكتير اللي ظهرت عليهم مرة واحدة، وكمان عشان يبرروا سفرياتهم الكتير اللي بيعملوها، فعملوا مشروع لتجارة الملابس والأجهزة الكهربائية المستوردة. يعني تقدر تقول كده كستار يتخف وراه، ويخفوا كمان معاهم نشاطهم الغير شرعي. واستمروا على كده لحد شهر أغسطس سنة 1968، لحد ما جات لهم رسالة بضرورة السفر لروما. وأول ما وصلوا لروما كان مندوب الموساد في استقبالهم، سلمهم هما الاتنين جوازين سفر، واحد باسم موشي عمر والتاني باسم دينا عمر. استلموا الجوازات من هنا وطاروا على تل أبيب، ودي كانت أول زيارة ليهم لتل أبيب. وأول ما وصلوا هناك استقبلوهم استقبال الفاتحين، صالة كبار الزوار، فيلا خيالية قعدوا فيها 8 أيام. طول الفترة دي دربوهم تدريبات مكثفة على أحدث وسائل التجسس، وبعد ما خلصوا تدريب وقبل ما يرجعوا القاهرة تم منحهم رتب عسكرية في الجيش الإسرائيلي. إبراهيم سعيد تم منح رتبة رائد مشي عمر، أما بالنسبة لانشراح فتم منحها رتبة ملازم أول دينا عمر. وبعدها رجعوا القاهرة وكملوا شغلهم على نطاق أوسع، وبعد ما كان الشغل مقتصر فقط على المنطقة المحيطة بهم، لا ده شغلهم دلوقتي شمل كل محافظات مصر، وبقوا كل يوم والتاني في محافظة غير التانية ومنطقة جديدة غير التانية، وحرفيا مفيش منطقة في مصر إلا ما صوروها. يعني ابنهم اللي اسمه عادل واللي فيما بعد بقى اسمه رافي، كانوا من فترة كده استضافوه على موقع القاهرة 24، قال حرفا ونصا ولفظا احنا تقريبا مفيش منطقة في مصر لما صورناها، وكل الصور دي كنا ناخدها ونبعتها على اسرائيل. وكانت التعليمات انهم ما يبعتوش اي معلومة ولا اي صورة الا كل 6 شهور، يجمعوا الافلام كلها ويحتفظوا بيها، وكل 6 شهور ليهم سفرية هناك عشان يسلموا الأفلام ويستلموا الفلوس. والمرة الوحيدة اللي كسروا فيها قاعدة 6 شهور دي لما الاتنين تحصلوا على معلومة بأن في قائد عسكري كبير هيزور منطقة نمرة 6 أو منطقة تبت الشجرة بالإسماعيلية. القائد العسكري الكبير ده هم ما كانوش عارفين شخصيته ولا كان عارفين مين اللي هيزور المنطقة دي، وعشان معلومة زي دي وهامة جدا كسروا بقى قاعدة 6 شهور وبلغوا الموساد، واللي كان نتيجتها بعد كده هي استشهاد الفريق البطل الشهيد عبد المنعم رياض. وللعلم المعلومة دي عرفوها هم شخصيا من بعض مصادرهم، ولكن ما عرفوهاش عن طريق ولادهم، لان في كلام كده ومعلومة اتقالت ان المعلومة دي عرفوها ولاد ابراهيم وانشراح من ولاد الفريق عبد المنعم رياض. والحقيقة ان الفريق عبد المنعم رياض ما عندوش ولاد لانه ما اتجوزش اساسا، لحد ما في يوم من الايام قرروا بقى انهم يصرحوا ولادهم. قالوا الافضل بقى ان احنا نقول لهم عشان ما فيش واحد فيهم يقول كلمة كده ولا كده لاي حد من زمايله في المدرسة يودونا في داهية. وفعلا قعدوا مع اولادهم وحكوا لهم على كل حاجة، قالوا لهم بقى اللبس والفلوس والفسح اللي انتوا فيها دي كلها بسبب شغلنا وتعاوننا مع اصدقائنا اليهود، ولو عاوزين تفضلوا بقى عايشين في العيشة دي وفي المستوى ده مفيش واحد فيكم يفتح بقه بنص كلمة. والاكتر من كده كمان انهم جندوا اولادهم، وبين يوم وليلة اتحولوا الأطفال لمجموعة جواسيس، وبقى كل واحد فيهم يسمع أو يعرف أي معلومة يجي على طول يبلغها لأبوه أو أمه. وكمان بلغوا الموساد إنهم جندوا ولادهم طبعا عشان يطلعوا بمصلحة زيادة من اليهود، وبقى لكل ولد فيهم مرتب شهري زي أمه وأبوه بالظبط. وفي مرة من المرات كانوا كلهم قاعدين في البيت وبيتفرجوا على التلفزيون، اتعرض قدامهم فيلم بيتكلم عن قصة حياة جاسوس وإنها انتهت بالإعدام. وقتها سادت حالة من الهدوء التام في البيت، وبقى الكل قاعد بيترعش في مكانه، لدرجة ان إبراهيم شاهين نفسه أصيب بمرض شديد جدا جدا، لا كان بيتكلم ولا بيتحرك. ساعتها انشراح قالت لا لحد كده وكفاية، انا هسافر لهم وهقول لهم ان احنا عايزين نوقف الموضوع ده تماما. وبالفعل سافرت انشراح على روما، واول ما وصلت هناك قابلت ابو يعقوب، قالت له بص بقى كفاية لحد كده، بصراحة احنا خايفين ومرعوبين، وخايفين كمان لريحتنا تطلع ويتقبض علينا. وقبل ما تكمل كلامها كان ابو يعقوب عامل حسابه ومطلع لها ظرف الدولارات، هي شافت ظرف الدولارات من هنا ونسيت اصلا كانت جاية تعمل ايه. ويقال والله اعلم ان في موقف كده مش تمام حصل ما بينها وبين ابو يعقوب،
والكلام ده في مصادر أكدته ومصادر نفته، ولكن في الأول وفي الآخر ده شيء في علم الله سبحانه وتعالى. وبعد ما كانت رايحة عشان يعتذروا الخيانة والجاسوسية، لا دي كمان رجعت من هناك بمهمات جديدة، واستكملت العيلة أعمال الخيانة أكتر وأشرس من الأول، لحد ما جه يوم الكرامة والانتصار للمصريين والعرب، ويوم الهزيمة والنكسة على دماغ اليهود. وفي عز ما كان كل المصريين فرحانين بالانتصار، كانوا هم بيتصلوا على سيادهم عشان يواسوهم في هزيمتهم. وفي شهر إبريل سنة 1974 جات لهم تعليمات بالسفر لروما، ومن روما هيطلعوا لأتينا، ومن أتينا يدخلوا تل أبيب. وبالفعل نفذوا التعليمات بالحرف، وأول ما وصلوا لتل أبيب هناك كانت الأمور على صفيح ساخن. الكل هناك كان بيسأل المصريين قدروا يعملوا كل ده ازاي، قدروا ينفذوا الحرب دي ازاي واحنا زارعين كل الجواسيس دي في بلدهم. وبعد اجتماع مطول لمدة ساعات، قرر الموساد انه يدي الجاسوسين ابراهيم وانشراح احدث جهاز لاسلكي موجود في العالم، واللي وصل سعره وقتها $100,000. وبعد ما اتدربوا على الجهاز كويس جدا، رفض ابراهيم انه ياخد منهم الجهاز وينزل بيه على مصر. قال لهم الاجواء هناك ساخنة جدا والاوضاع غير مستقرة، فانا هنزل الاول وانتوا بقى تصرفوا وبعتولنا الجهاز ده على مصر. فالموساد قال لهم خلاص هتنزلوا انتوا دلوقتي بقى على القاهرة، ويوم كذا هتروحوا للكيلو 108 طريق السويس، هتلاقوا هناك سور، وجنب السور ده في عربية مقلوبة وجنبها يافطة، تحت اليافطة دي مباشرة هتحفروا هتلاقوا الجهاز. وبالفعل في المكان والزمان المحددين راحوا هناك وحفروا، وبالفعل لقوا الجهاز موجود. أخذوا الجهاز ورجعوا على البيت عشان يبعتوا منه أول رسالة طمنوهم، ولكن تفاجئوا بأن مفتاح التشغيل معطل ومش شغال. حاولوا مع الجهاز مرة واثنين وثلاثة، ولكن مفيش أي فايدة، لحد ما جت انشراح قالت خلاص أنا بقى هسافر لهم واجيب منهم مفتاح جديد. وبالفعل يوم 26 يوليو سنة 1974 سافرت انشراح على روما، ومن روما على أتينا، ومن أتينا على تل أبيب. شرحت لهم هناك كل اللي حصل، وفي نفس الوقت اللي كانت انشراح فيه موجودة في إسرائيل بتجيب مفتاح للجهاز، كان إبراهيم قاعد في البيت بيحاول مرات ومرات مع الجهاز، لحد ما بالفعل عرف إنه يبعت منه أول رسالة. الغريب في الموضوع إن عائلة الجواسيس دي اشتغلوا على مدار 6 سنين ومفيش أي ريحة أو أي معلومة طلعت منهم وصلت لجهاز المخابرات المصرية، لأنهم كانوا شديدي الحرص بشكل غير طبيعي. واللي خدمهم في الموضوع ده أكتر إن المعلومات ما كانوش بيبعتوها إلا كل 6 شهور مرة واحدة فقط، ولكن بطبيعة الحال لكل خاين نهاية. مع أول رسالة تتبعت من الجهاز استطاعت المخابرات العامة المصرية إنها تلتقطها. في الوقت ده كانت مصر امتلكت جهاز جديد روسي اسمه صائد الموجات. الجهاز ده كان عنده القدرة والاستطاعة إنه يلتقط أي موجات أو ذبذبات من أي جهاز أياً كانت تعقيده. بمجرد ما المخابرات التقطت الموجات والإشارات دي، عملت تمشيط كامل للمنطقة اللي صدرت منها الذبذبات، لحد ما قدرت في وقت قصير جداً إنها تحدد مكان الإرسال. ويوم 5 أغسطس سنة 1974 كانت قوة من جهاز المخابرات العامة واقفين على رأس إبراهيم شاهين في سريره وقبضين عليه، وأول كلمة نطقها وقالها قال أنا غلطان وندمان وهعترف بكل حاجة. وبعد كده سحبوه على الجهاز عشان ياخدوا بقى منه الاعترافات هناك على رواقة، وسابوا قوة من الجهاز موجودين مع الأولاد في البيت، أكلين شاربين نايمين مع الولاد في البيت، طبعا عشان مفيش أي واحد فيهم يقوم بأي تصرف ينبه به الأم قبل ما توصل على القاهرة. ويوم 24 أغسطس سنة 1974 شرفت بقى رأس الأفعى الكبيرة على القاهرة، وأول ما وصلت للبيت حست بحالة سكون مرعب جدا جدا، وأول ما فتحت الباب كانوا رجال المخابرات العامة في استقبالها، وأول جملة قالوها لها حمد الله على سلامتك يا مدام دينا، وتم القبض عليها في حالة تلبس، ومفاتيح الجهاز الجديدة موجودة جوه الشنطة، ده كمان بالإضافة لظرف موجود فيه آلاف الدولارات. وبعد القبض عليهم والتحقيق معاهم صدر الحكم عليهم يوم 25 نوفمبر سنة 1974. كان الحكم بالإعدام على إبراهيم شاهين وزوجته انشراح مرسي، والحكم بالسجن 5 سنوات على الابن الأكبر، وتم إحالة الولدين التانيين على محكمة الأحداث. ويوم 16 يناير سنة 1976 تم تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوس إبراهيم سعيد شاهين. أما بالنسبة لانشراح مرسي، وبعد مدة حبس دامت ل 17 شهر كاملين، قدمت خلالهم أكتر من التماس لرئاسة الجمهورية، وبالفعل
صدر قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالعفو عنها. وبعد ما تم العفو عنها ظهرت الجاسوسة انشراح مرسي في لقاء تلفزيوني أعتقد كلنا شفناه مع الفنان سمير صبري. عايز أقولك بقى إن اللي كانت قدامك دي في حالة استكانة وهي بتحاول تستعطف كل الناس وتبدي التوبة وتقول أنا خلاص رجعت لربنا. عايز أقولك إن نفس الشخصية المسكينة اللي قدامك دي فيما بعد قدرت إنها تدخل لإسرائيل، ومش بس خانت أهلها وبلدها، ده كمان خانت دينها، وبعد كده اعتنقت اليهودية هي وأولادها. وبعد انشراح مرسي بقت دينا بن ديفيد، وأولادها الثلاثة كمان غيروا أسمائهم. عادل بقى اسمه رافي، ونبيل بقى اسمه يوسي، ومحمد بقى اسمه حيين. وراحوا وعاشوا كلهم في إسرائيل، وكان عندها الاعتقاد إنهم هيتعاملوا معاملة الأبطال، ولكن الحقيقة إنهم اتداس عليهم بالجزم زي الحشرات. وبقت انشراح مرسي مجرد عاملة نظافة بتنظف دورات المياه أعزكم الله. وحتى أولادها، واحد منهم اشتغل جرسون في مطعم، والتاني اشتغل عامل نظافة، والتالت هو الوحيد فيهم اللي كمل تعليمه ووصل للجامعة، وفيما بعد اتجوز، والولد اللي خلفه اللي هو حفيد انشراح أصبح ضابط في الجيش الإسرائيلي. الجاسوسة انشراح مرسي أو الملازم دينا عمر أو دينا بن ديفيد أيا كان اسمها، وبعد ما وصل سنها 84 سنة حاولت انها تبعت اكتر من التماس لرئاسة الجمهورية او للسلطات المصرية بتطلب منهم العفو انها ترجع عشان تموت في مصر، وكأن مصر بالنسبة لهم فقط مجرد مقبرة يدفنوا فيها، انما يخونوها عادي جدا، يضروا اهلها وناسها ويخونوا كل اللي فيها برضو مفيش مشكلة. وعايز اقولك ان كل الطلبات والالتماسات دي تم تجاهلها تماما ومحدش رد عليها خالص، واخر صورة تم التقاطها ليها كان من حوالي 6 شهور فقط، ظهرت بالصورة اللي حضرتك شايفها كده بعد ما اصيبت بمرض شديد جدا جدا افقدها الذاكرة تماما، يعني ما بقتش فاكرة اي حاجة على الاطلاق. وعايز اقولك برضو ان خلال الكام سنة اللي فاتوا ابنها اللي اسمه عادل واللي تحول فيما بعد الرافي حاول اكتر من مرة انه يقدم طلبات والتماسات للسلطات المصرية عشان يرجع لمصر، ولكن برضو قوبلت كل طلباته بالرفض او بالتجاهل التام. وللعلم عادل او رافي مات فقط من حوالي 4 شهور في شهر مايو سنة 2021. والحد هنا وبتخلص حلقة النهاردة، ويا رب ما كنش طولت عليكم. رحمة الله على كل شهداءنا الابطال، ولعنة الله على كل خائن لارض وطنه. عاشت الامة العربية وعاش الشعب المصري العظيم، والى اللقاء. سلام عليكم.